الرأي يدخلك في المتاهات. ليش؟ في غنى عنها يعني تذكر. طيب وش اللي يميز عقاب؟ يميزني؟ شو يميزك عن غيرك؟ كل شيء فيني مميزة. والله كل شيء الكاظل أصلا. في مجال الشعر وش يميزك عن غيرك؟ شوف الشعر، الشعر حاول انك ما تحكم انت على نفسك. في شعراء كثير ايه واقوياء واساطير في مجالهم يحكمون على انفسهم لانه يعرف جزاله ما يكتب. لا لا ويعرف موقعه ما بين أنا الشعراء. انا اختلف معك. تختلف معه؟ لا معك انت. شلون؟ شوف تختلف معي في ايش؟ في انه يقول انا ما تشوف لقاءات انت؟ لا اشوف لقاءات. تشوف لقاءات؟ اي نعم. الشاعر، الشاعر المحسوب. من هو الشاعر المحسوب؟ ما يبدي رايه. من هو الشاعر؟ واجد واجد يعني اللي ابدوا رايهم شعراء غير محسوبين. لا 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 انا اقول لك عشان كذا ما بيدخل بالمتاهات وانت بتدخلنا. لكن في شعراء محسوبين. حلو. من هو الشاعر المحسوب؟ قد جالهم مداخلات وقال انا ماني بشاعر. صحيح. يعني ما لان الكلمه ذي انت لا تفرضها على نفسك. الجمهور والمستمع هو اللي يبدي الكلام هذا. والثقه، الثقه في النفس تسموك. وين تشوف نفسك بين شعراء النسخه؟ اشوفهم ماطين مني كله، شعراء وغير شعراء. وين راحت ثقتك في نفسك؟ ثقتي في نفسي. ثقتك في نفسك موجوده وتشوف انهم اطيب منك. انا في نفسي. اي اعرف انا ثقتك في نفسك تشوف انهم اي بس رجال وعيال رجال. لكن ونعم في مجال المنافسه، انا اتكلم في مجال المنافسه. ما بدي بتنافسهم شعريا؟ ان دخلنا ضمن الاربع والعشرين لكل وش اسم المذلعيات لكل حاد الحديث. في واحد من اليوم جالس يغششك الله يعطيه الشايب 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 العافيه. هو اللي غششني ولا عاد غش. طيب الريال البلوي شخصيتك تطول عندي باحت الهول. تتقبل النقد؟ اكيد. متى تتقبل النقد؟ كل وقت. في كل وقت حتى لو كان شيء واضح او غير واضح؟